الغده الدرقيه لكن ما تخدمش تؤدي للسمنه، والعكس وقت تخدم برشا معناتها تعطي الانسان يضعف بقوه كبيره. يعني يلزم توازن فيها، واللي عنده مشكل كيف كنتي فما دواء ينجم يعطيه التوازن. بالطبيعه يلزمك العكس، تحس اكثر واكثر على الماكله نتاعك، على خاطر انت تو الجسم نتاعك ما عادش يحرق، الميتابوليزم نقص. يلزم تبع النصائح اللي احنا ديما نعطيو فيهم، يعني تزيد تحس اكثر واكثر على الاكل نتاعك، يعني تبعد على المواد الدسمه، على المارغرين، على الزبدة، على الشحم، على اللحم المشحم. تستعمل كان اللحوم البيضاء والمنتوجات البحرية، الحوت وغلال البحري، لكن نجمت تستعمل السلطة يوميا في الأكل متاعك، والخضرة المطبوخة تبعد على البطاطا اللي هي تطلع نسبة السكر. تتحرك بطبيعة، تاخذ نصايح زادة متاع اليوم، يعني تحاول زادة تعاون بدنك جسمك بالتمارين باش يزيد يحرق، وتبعد على الحلو والسكر. كل ما حاجة فيها السكر راهي تتخزن شحم في الدم، وتكون اكثر وقت اللي الانسان يشكي من الغده الدرقيه. يعني تبعد على السكر، تستعمل كان السكر الطبيعي الموجود في الغله، وفي اوقات معينه، يعني لا شيء، مره في النهار واحد يستحق الحاجه حلوه، الباقي خضر والبروتينات اللي لازم يكونوا موجودين، يعني اللحوم البيضاء المقرونة ولا كسكسي ولا روز ولا خبز، يلزم معناتها ضروريا باش يكون على الحبوب الكاملة بالألياف متاعها، اللي هما ينقصوا في امتصاص السكر داخل الجسم. راه بخلاف السكر اللي نضيفوه للماكلة، ما نساوش السكريات اللي هي موجودة في الأكل اللي احنا نساوه باش نحسبوها في اليوم.